نحييكم من جديد مشاهدينا متواصلون وإياكم في هذه التغطية من قناة الميادين. نواكب وإياكم تداعيات هذا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ولليوم التاسع على التوالي نكون مع الناس، نواكبهم، ننقل ما أصابهم من مصاب، ونقف على تداعيات هذا الزلزال بين تركيا وسوريا. شبكة مراسلين منتشرة وما زالت في غير مكان بين تركيا وسوريا، إن كان في جنوب تركيا، وزملائنا هناك فريق الميادين يتنقل في المناطق المنكوبة، وكذا بالنسبة لسوريا من حماة لاذقية صعودا باتجاه حلب. وكلنا يعني أمل أن نستطيع أن نكون مع أهلنا في شمال غرب سوريا، في عفرين، في جنديرس، في تلك المناطق. الأخبار التي جاءت من هناك محزنة جدا. بعد منع إدخال المساعدات، قوافل جهزتها الدولة السورية رفضت الجماعات المسلحة إدخالها، كان في إشراف للأمم المتحدة وألغيت تلك القوافل ومنعت من الدخول. الأخبار مؤلمة جدا. الآن في اشتباكات بين فصائل ما تسمى الجبهة الوطنية أو مع هيئة تحرير الشام على الاقتتال يتم على هذه المساعدات لسرقتها وعدم إيصالها للناس المنكوبة. نحن نتحدث عن واقع إنساني كارثي هناك مشاهدينا بكل ما للكلمة من معنى. وأيضا المشكلة الجديدة التي أيضا ظهرت الاستيلاء على مراكز إيواء وضعت هيئة تحرير الشام اليد عليها. هذه مراكز يعني قام بإعدادها وإنشائها مجموعة من المتطوعين، هناك تحوي ما يقارب وفق المعطيات 1500 من المتضررين وضعت اليد عليها. لماذا؟ المعلومات تشير لامتصاص وأخذ يعني استخدام الدعم المالي الذي قد يأتي إلى هناك. إذن هذا المشهد المأساوي فوق مأساة الناس من تضرر الزلزال، يأتي هذا المشهد يزيد من معاناتهم. نحن هنا في حي سبع بحرات في مدينة حلب، إلى جانبنا غرفة صناعة حلب الشاهدة الحية على مواجهة كبيرة شهدتها مدينة حلب في الحرب في سوريا، وعليها طالها أيضا من نفس وقع وثقافة هذه الجماعات، ثقافة بين قوسين لهذه الجماعات المسلحة التي تسرق المساعدات. حفرت خندقا من قلعة من حلب القديمة، وكان هناك تفجير كبير هنا حتى هذا المبنى الذي يتم إنزاله تباعا مشاهدينا، لأنه بعد قليل أو الآن سيطلعنا زميل رضا الباشا على الحيوية والنقطة الخطيرة المرتبطة بهذا المبنى، لذلك أيضا تدفع لنرى إنزال المبنى طبقة وراء طبقة. سنتحدث عن هذه التفاصيل، لكن هذه المنطقة شاهدة، وغرفة صناعة حلب اليوم في إرادة الحياة تعود من جديد، أبقت على جانب من شواهد هذا التفجير المدمر للجماعات الإرهابية، لكنها يد العون أيضا التي كنا نواكبها في إيصال المساعدات للمتضررين. شبكة مراسلين منتشرة في تركيا، وأيضا في حماة زميلنا سفيان مراكشي موفد الميادين من الجزائر في كفر بهم، كذلك زميلتنا لنا شاهين موجودة في جبلة، زميلنا عبدالله بدران موفد الميادين من موفد الميادين موجود، عبد الله بدران موفد الميادين من العراق. ما كان يصلني في اذني الزملاء يشيرون الى ان ظروف زميل عمر كايد كما تركناه في الساعه السابقه قبل الظهيره بانه في عمليات اغاثه وانقاذ، طلب من فريق الميادين ان يبتعد قليلا وان يلتزم الصمت، لاننا نتحدث عن عمليات انقاذ تحتاج الى صمت، الى عدم تشويش، لسماع اي صوت ياتي من تحت الانقاض. في كهرمان مرعش تتزايد ربما امارات الأمل، لأنه الآن أيضا قبل قليل كان لدينا عاجل على شاشة الميادين أنه تم إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض في اليوم التاسع للزلزال، وكنا نواكب عمليات إنقاذ لثلاث فتيات أيضا يتم الوصول إليهم تحت الأنقاض. إذن إلى أن يكون معنا الزميل عمر كايد، شبكة مراسلين منتشرة، زميلنا رضا الباشا ينضم إلينا هنا في مدينة حلب في حي سبع بحرات. رضا، كنت تخبرنا عن هذا الموقع قبل الحديث عن بعض التفاصيل في شمال غرب سوريا، العمليات تتم هنا بهذا مختلفة الشكل تماماً رامي. مختلف تماماً، هذا المبنى لربما سيكون عن كافة المباني التي ستزال في مدينة حلب أو ستصوب الأرض. هذا السؤال كان لماذا لم يسحب هذا المبنى كغيره من أجل أن يتساقط في الأرض، فأجاب المهندس المشرف على العملية بأن هذا المبنى هو قريب من خط ضخ المياه الرئيسي لمدينة حلب، وهو أيضا قريب من عقدة الاتصالات الأساسية في مدينة حلب، ولذلك الخشية لأن يكون انهيار المبنى
أن يؤدي إلى تدمير خط الضخ الأساسي لمدينة حلب ويطال أيضا الاتصالات في المدينة. لذلك لجأ مركز مدينة حلب إلى طريقة أخرى في عملية هدم المبنى، وهي أن يرفع بالرافعات الثقيلة بعض الآليات الصغيرة إلى سطح المبنى، ومن ثم يعمل مجلس المدينة على كسر الطوابق، الطابق العلوي، ومن ثم يتجه إلى الطوابق السفلية إلى أن يصل إلى الطابق الأول والثاني، فتكون عملية الهدم تقريبا قد انتهت. سألته كم يستغرق هذا العمل؟ أجاب بأن هذا العمل قد يستغرق 10 أيام، قد يستغرق 15 يوم، ولكن لا يمكن إبقاء هذا المبنى من دون أن يسوى في بالأرض، لأن هذا المبنى تعرض لهزتين رئيسيتين. هو طبعا أشيد في نهاية عام 2010 تقريبا مع بداية الأحداث في سوريا، ولكن كما تلاحظين في الكاميرا رامية هو تعرض لهزتين رئيسيتين. الهزة الأولى كانت عندما تم حفر النفق من أجل تفجير غرفة صناعة حلب وزراعة ما يقارب 2000 كيلوغرام من TNT والسيفور والمواد المتفاعلة عالية الانفجار من أجل تدمير غرفة صناعة حلب. تعرض هذا المبنى إلى هزة قوية وضربة قوية أدت إلى انهيار المبنى المجاور له، ولكن هو بقي صامدا. كان يحتاج إلى بعض التدعيم، بطبيعة الحال لم يتمكن مالكو هذا المبنى من تدعيمه في ظل ظروف اقتصادية صعبة، في ظل عقوبات اقتصادية فاجأت الجميع وكانت كالضربة للاقتصاد السوري. هذا الأمر منع مالكي هذا المبنى من ترميمه. بطبيعة الحال جاء الزلزال ليقضي على الآمال بشكل كامل ويكون هذا المبنى أي للسقوط. المشكلة رامية بأنه يقع في أحد أهم شوارع مدينة حلب، لذلك لا يمكن إبقاء هذا المبنى قائما، لأنه في شارع مكتظ من حيث الحركة، أيضا في الشارع هو محل تردد للمشاة بشكل كبير جدا، لذلك يعتبر عامل تهديد كبير للسكان ولكل من سيعبر من هذا الشارع، سواء إن كان في السيارات الشخصية أو إن كان سيعبر عابرا على قدميه أو ماشيا على قدميه. فكان القرار هو إنزال هذا المبنى بهذه الطريقة التي نراها. لربما هناك طرق أفضل من هذه الطريقة وأقل من حيث الوقت الزمني وأقل من حيث لربما أيضا الكلفة، ولكن ضعف الإمكانيات كما كنا نشير دائما في مجلس مدينة حلب الذي تعرض هو بحد ذاته وآليات هذا المجلس لضربات كبيرة خلال فترة الحرب، هو الذي يدفع للاعتماد على بعض الطرق التي يراها بعض المهندسين بأنها طرق غير صحيحة، أو لربما هي طرق متعبة ومجهدة جدا للفريق العامل، ولكن لا خيار في ظل الإمكانيات المتاحة ضمن مجلس مدينة حلب. رضا، في جانب من الجوانب وفي خصوصية كما أشرت في هذا المبنى، وفي واقع أيضا مأساوي جدا للأسف وانتهازي بطريقة يعني لا يمكن وصفها تتم في شمال غرب سوريا. رامي، شمال غرب سوريا للأسف هو من اليوم الأول هناك واقع غريب. كان أعلنت الحكومة السورية في اليوم الثاني للزلزال بأن دمشق مستعدة لإدخال كافة أنواع المساعدات والفرق اللازمة من أجل مساعدة شمال غرب سوريا، وكان بيانا واضحا، حتى ذهبت دمشق أبعد من ذلك وأكدت بأنها مستعدة أن تسلم كل ما سيرسل إلى الجهات التي تتواجد هناك من أجل أن تشرف على هذه المساعدات وأن تشرف على هذه الفرق، ويمكن أن تكون بإشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري. ذهبت إلى كل ما يمكن أن يقدم من تسهيلات من أجل الوصول إلى الناجين، من أجل مساعدة المدنيين، من أجل مساعدة السكان في تلك المناطق، ولكن كان الجواب بشكل طبيعي رفض. دخلت الإمارات على خط المفاوضات لعلها تتمكن من إقناع المسلحين، ولكن أيضا جاء الجواب رفض. للأسف رامية، عمل بعض الجهات والوسائل الإعلامية على الترويج للرواية التي تقولها الجماعات المسلحة من أجل تنفيذ أجندة سياسية أدت إلى مقتل الكثير من السوريين لربما كان بالإمكان إنقاذهم في شمال غرب سوريا. عندما نتحدث عن ما يقارب 220 عائلة إلى الآن مفقودة الأثر نتيجة الزلزال، من يتحمل هذه المسؤولية هو من منع دخول فرق الإنقاذ إلى شمال غرب سوريا عبر المعابر التي أعلنت دمشق بأنها يمكن أن تفتح، من أدى إلى استشهاد العديد من السوريين في شمال غرب سوريا هو من منع دخول فرق الإنقاذ والمعونة
المعونات، دخول الفرق الإغاثية إلى شمال غرب سوريا. إيران أعلنت بأنها مستعدة أن تدخل فرق متخصصة. سوريا أعلنت بأنها يمكن أن تسهل دخول أي فرق متخصصة يمكن أن تأتي إلى شمال غرب سوريا، في الوقت الذي كانت فيه تركيا مأزومة نتيجة النكبة وأغلقت المعابر لأنها تتعرض أيضا إلى كارثة كبيرة. جاءت سوريا لتعلن بأنها مستعدة، كل من يرغب أن يتجه إلى شمال غرب سوريا يمكن أن يدخل عبر الأراضي السورية إلى شمال غرب سوريا، وهي جغرافيا واحدة لا فرق بين حلب وشمال غرب سوريا. أغلقت المعابر في ظل صمت غريب كان، وفي ظل أيضا رامي الغريب هو بعض الوسائل الإعلامية التي ذهبت للترويج بأن دمشق تمنع دخول المساعدات، بل وذهبت أيضا لمهاجمة الأمم المتحدة واتهامها بالتقصير، علما بأن الأمم المتحدة راسلت تلك المناطق وراسلت الجماعات المسلحة في تلك المناطق، وهناك كتب رسمية وممهورة ومختومة بختم الأمم المتحدة تؤكد بأن الطرف المقابل رفض إدخال المساعدات، رفض إدخال القوافل الإغاثية لتلك المنطقة، وأرجعت ذلك وقالت إلى أسباب لوجستية. وفي حقيقة الأمر رامية أوقفت المساعدات عند سراقب، لم يسمح لها الدخول إلى سراقب. لماذا عند سراقب؟ لأن من يسيطر على بلدتي كفرية والفوعة اليوم هو الحزب الإسلامي التركستاني، وبعد سراقب ستتجه القافلات إلى بلدتي كفرية والفوعة وصولا إلى سرمدة. الحزب الإسلامي التركستاني هدد بأنه سيضرب القوافل أيا كان من يرعى دخولها إلى شمال غرب سوريا، وعلى هذا الأساس تم منع دخول القوافل إلى شمال غرب سوريا. وتأخرت القوافل وتأخرت الفرق الإغاثية ما يقارب 6 أيام للدخول إلى شمال غرب سوريا، أي أن فرصة الوصول إلى ناجين تحولت إلى صفر بطبيعة الحال في ظل ظروف قاسية. أيضا عملية إيواء اللاجئين النازحين رامية والمتضررين أيضا كانت لمدة 7 أيام. هنا في حلب على الأقل كان هناك مدرسة يلجأ إليها النازحون، في جبلة لربما كذلك الأمر، في اللاذقية لربما كذلك الأمر، هنا كان هناك من ساعد وبادر من أجل تقديم يد المعونة، سواء من السكان من خلال ولو كانت الصندويشة الصغيرة رامية التي كانت تقدم للنازحين، ولكن هناك لم يكن هناك أحد. افترشوا الأرض لفترة طويلة إلى أن دخلت أولى الفرق، وكان الفريق القطري ومن ثم الفريق السعودي الذي أقام مخيمات من أجل إيواء هؤلاء. للأسف بعد أقل من يومين بدأ الصراع على ما دخل من مساعدات. صحيح. اليوم كنا نشاهد بعض الفيديوهات لعملية إطلاق الرصاص على قوافل دخلت إلى شمال غرب سوريا من أجل السيطرة على عملية التوزيع. إضافة إلى ذلك الأخبار تؤكد بأن هيئة تحرير الشام اقتحمت أحد المخيمات وأخرجت جميع النازحين من الكرد السوريين الذين دخلوا إلى مخيم محمد الفاتح، وكأننا نقسم في ظل هذه الظروف القاسية للأسف. هذا كردي وهذا عربي، هذا لا أعلم من أين أتى وهذا لا أعلم من أي قرية وبلدة. هذه الظروف، هذه التعاملات في ظل ظروف إنسانية والعمل من أجل تمرير أجندة سياسية هي أمر كارثي، ويجب أن يقف عندها المجتمع الدولي كثيرا، يجب أن تقف عندها الكثير من الدول كثيرا، يجب أن يحاسب كل من يقوم بهذا العمل من أجل الإضرار بالسوريين في مكان معين واستخدام هذا الملف الإنساني خدمة لأجندة سياسية. نعم، نحن أمام يعني ضرورة استخلاص الدروس والعبر من كل المشهد هنا في الزلزال وتداعياته. أشكرك جزيل الشكر رضا الباشا على هذه الإحاطة المهمة والضرورية. إذا وكأنه قطاع طرق تتم الاقتتال على هذه المساعدات الإنسانية التي يفترض أن تصل لمحتاجيها والمتضررين من هذا الزلزال، كالغربان تتقاتل على الجيف إن صح التعبير. لكن هنا إذا ما أسقطناه على الواقع المأساوي في شمال غرب سوريا في عفرين في جنديرس، نحن نتحدث عن القتال والاشتباكات بالنار وأطلاق النار على دماء السوريين المنكوبين في تلك المناطق التي نتمنى أن نكون بينهم في استوديو ميداني، أن ننقل صوتهم، أن ننقل معاناتهم، أن نكون حاضرين وشاهدين ومؤازرين لهم في محنتهم، وأن تصلهم المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها. وإذ بنا أمام هذا المشهد من محاولات يعني سرقة المساعدات، منع وصولها، وأكثر من ذلك الاستيلاء حتى على مراكز الإيواء التي تم يعني إنشائها وإعدادها من قبل المتطوعين. سننتقل الآن مشاهدينا من جديد إلى شبكة مراسلين المنتشرة في غير مكان في سوريا في المناطق المنكوبة. سننتقل الآن لزميلة لنا شاهين لتطلعنا في خلاصة هذا النهار، ما الذي سجلناه في طريقة العمل للإغاثة لمواكبة المتضررين لرفع الأنقاض وسير العمليات ما بعد ذلك لنا حيث أنت طبعا. نعم رامية، حيث أنا أتواجد في جبلة، لا تزال الميادين في جبلة، ولكن انتقلنا إلى حي آخر وهو حي أرميلة، زرناه من قبل وعدنا نحن الميادين
لنستطلع أحوالهم واحتياجاتهم هنا في هذه المدينة أو هذه القرية على بالأحرى يعني هي المدينة مدينة جبلة. الحال على ما هو عليه، المباني لا تزال على حالها. صحيح كان هناك لجان جاءت لتستطلع أحوال المكان لترى عدد المنازل المدمرة ضمن اللجنة التي تقوم في كل أرجاء محافظة اللاذقية. هذا المبنى هو مكون من 5 طوابق، بجانبها أيضا هناك مبنى قيل للسكان بأنه قد يكون ربما آيل للسقوط، خلفه أيضا هناك مبنى آخر. حالة من القلق بالنسبة للسكان، هذا المبنى الآيل للسقوط لا يوجد فيه أي أحد من السكان، بعض السكان لا يزالوا في منازلهم حتى وهي متصدعة لأنهم لا يوجد لديهم أي مكان آخر ليذهبوا إليه. هذه هي أحوال هذه المنطقة أرميلة. في الطريق أيضا رأينا مبنيين أيضا على حالهما. هنا المطالبات، وأنا أتحدث بلسان الناس هنا، المطالبة بالإسراع ليس فقط لإزالة هذا الركام، ولكن قبل ذلك للمباني التي قد تكون تصلح للسكن إذا كان هناك أي إمكانية لإخبار الناس أنها تصلح للسكن حتى يعودوا إلى منازلهم. إذا كان هناك أي إمكانية لتصليح وترميم هذه المنازل أيضا على وجه السرعة، حتى بالنسبة للمساعدات وصلت إلى البعض، إلى بعض سكان هذه المنطقة وصلت المساعدات، ولكن ليس لجميع القاطنين في هذه المنطقة. هذا فيما يتعلق بهذه المنطقة. قبل قليل زرنا، يعني العملية هي رامية تسير من جزء إلى جزء، يعني مررنا قبل ذلك في جبلة وكان هناك مبنيان كبيران، والتي تم أحد هذه المباني تم إنقاذ والدة وابنها من هذا المبنى، تم إزالته بشكل كامل. أيضا كان مبنى آخر في حي المالية، شارع المالية، أيضا تمت إزالته، ولكن الناس يطالبون بالسرعة والسرعة والسرعة وما إلى ذلك. على كل الأحوال نحن نقول للناس، حتى يعني ننقل الواقع للناس، أنه ربما يكون الدور لكم في المرحلة القادمة. هناك إلى حد ما غضب من الناس، يريدون بأسرع وقت ممكن العودة إلى منازلهم، العودة إلى حد ما إلى حياة كريمة. الحياة التي يعيشونها هي ليست بحياة، هي ليست بحياة أبعد ما تكون عن الحياة، لا كهرباء لا ماء، الجو بارد، الطقس برد قارس جدا، يعني حتى نحن لا نستطيع أن نتحمل هذا البرد. هذا فيما يتعلق بالشق المباني والأنقاض وما إلى ذلك. كانت هناك لجنة جاءت من جامعة دمشق، هي متخصصة من تخصص الزلازل أيضا للكشف عن هذه المنازل. هناك لجان أيضا تم تشكيلها من قبل المحافظة تنتشر في أنحاء مدينة اللاذقية، نتحدث عن 47 لجنة هي منتشرة. هذا في الشق الأول. الشق الثاني فيما يتعلق بالمساعدات، أيضا اللاذقية اليوم كانت على موعد مع المساعدات، حطت على أرض مطار، هبطت على أرض مطار اللاذقية 4 طائرات قادمة من الإمارات، هي محملة بالمساعدات الغذائية وأيضا الإغاثية. هناك أيضا قوافل تأتي من العراق، وأيضا أمس ليلا كان هناك تسليم ل3 سيارات مقدمة من الأردن وتم تسليمها إلى وزارة الصحة. هناك فرق تنتشر، يعني نحن نجول نتجول ونرى بأم أعيننا الحال، وكيف هناك الناس يسعون إلى تقديم الدعم، إن كان مبادرات من الناس شعبية، إن كان مبادرات من الأطباء. وأعود أذكر بها فيما يتعلق بالأمراض النفسية، تم تشكيل لجان من متطوعين ومن أطباء نفسيين ومن خبراء ليذهبوا إلى الناس وهم في مراكز الإيواء. نحن نتحدث عن عدد كبير من الذين تشردوا، نتحدث عن 100
100,042. سأعود إليك بكل الأحوال في سياق هذه التغطية أو في المواكبات في نشراتنا اللاحقة. أنا أعتذر بك، أنا أعرف أنك تعطينا أرقام في إحصاءات وهي مهمة ولن تغيب عن شاشتنا، لكننا مضطرون للذهاب بالزميل عمر كايد. سألفت عناية مشاهدين أنكم ستسمعون صوت الزميل عمر كايد منخفضا قليلا مراعاة لعمليات الإنقاذ والإغاثة، ويبدو بأنها ربما وصلت إلى أحد الناجين. إليك عمر. نعم رامي، يبدو أن عملية الإنقاذ المعقدة منذ الصباح حتى الآن، يبدو الآن تمكن رجال الإنقاذ يعني من استخراج وإنقاذ بعض الأشخاص من الداخل، لكن يخرجونها بشكل بطيء كي لا يتأذى الشخص الموجود تحت الأنقاض. يعني هناك إشارات واضحة أنهم خرجوا، طلبوا من الجميع الصمت وأن لا يتحدثوا بصوت مرتفع. أثناء العملية أدخلوا خرطوم يبث ويقذف بالأكسجين إلى الداخل، وفي نفس الوقت يقوم بإخراج الغبار من الداخل. لا ندري إن كان الشخص حياً، الأشخاص الثلاثة أحياء ما زالوا على قيد الحياة أم لا، لكن نحن نتابع يعني حفروا نفق صغير دقيق، وبدأوا منذ ساعات إخراج الركام من الداخل، وقد أخرجوا كمية كبيرة من الركام، ويبدو أنهم وصلوا إليهم، والآن تجري عملية الإخراج، ويبدو أنهم يعني الأشخاص الناجين في داخل الأنقاض، تحت الأنقاض وبمكان بعيد نسبيا، لهذا عملية الإنقاذ تستغرق وقت طويل وتتم ببطء وحذر. حالة يعني إن صح التعبير خشوع رهيب وصمت مطبق في المكان، الجميع يدعو، بعض الناس يبكون، يعني يأملون أن تنتهي هذه العملية على خير، وأن يكون الأشخاص الثلاثة هو الذين نفس المكان هم تحت الركام ما زالوا أحياء وما زالوا على قيد الحياة. نعم نفس المكان رامية، منذ الصباح يعني يحاولون أن يخرجوهم أحياء، وواضح أنه هناك يعني استطاعوا شق نفق تحت هذا الركام الكبير، ويدخلون بهدوء، يعني هذا لا يمكن أن نقول نفق آمن، لكن شبه آمن، يعني هم أدروا بعملهم، لكن عملية واضح أنها دقيقة جدا رامية، دقيقة جدا ببطء وأحياء، وكل ما يدخلوا قليلا يدخلون الكلاب من جديد، يدخلون كلب من جديد أو كلبين، أحد الكلاب من نفق والكلب الآخر من نفق، وترشدهم الكلاب إلى بعض المعلومات، وأيضا يطلبون من الجميع الصمت، ويضعون بعض السماعات على رؤوسهم، ويحملون أجهزة بأيديهم، هذه الأجهزة يبدو أنها هي التي تحدد المكان بالضبط من أين يخرج النبض، نبض الحياة. وهناك أيضا في مولد كهربائي وضعوه لكي يستطيعوا أن يضيئوا النفق الذي دخلوا من خلاله إلى قلب المكان. إذن رامية، نحن نتابع بالصورة الحية لهذه العملية، وهي من العمليات المعقدة ومن العمليات خاصة أنها في اليوم التاسع، يعني 9 أيام تحت الأنقاض، وفي عمق الأنقاض، في الطوابق السفلية تحت الأنقاض. نأمل رامية أن تتكلل هذه العملية بنجاح، كل الناس تحتشد في هذا المكان. هذا مثلا أحد رجال الإنقاذ، انظري رامية كيف يخرج، يعني زحفا يخرج رجل الإنقاذ، يعني أعتقد أنك انظري حتى زميله يسحب رجله لكي يتمكن من الخروج، يعني يدخل حبوا وبطريقة صعبة جدا، وهذا يعني الرجل يعني يعرض حياته للخطر في هذه العملية، يعني هو يدخل في قلب الركام، فما زالوا يعني واضح أنهم دخلوا إلى أماكن، أو ربما انهار شيء
يحاولون من جديد أن يخرجوا الركام، يعني عملية إخراج الركام منذ ساعة ونصف توقفت. واضح أنه يبدو إما حدث بعض الانهيار فذهبوا ليخرجوا ليعيدوا إخراج الركام كما نرى، وإما أنهم في بعض الأشخاص في الداخل يخرجون الركام إلى فتحة النفق، ثم هناك بعض الأشخاص في فتحة النفق يأخذون الركام إلى الخارج حتى يصلوا إلى المكان. لو نسلط الكاميرا إلى العسكريين الذين يسيران على الركام، هذا هو الجهاز رامي، هذا هو الجهاز الذي يحدد النبض، هذا هو الجهاز الذي يحمله هذا العسكري الذي يسير فوق الركام، هذا اسمه جهاز دار، وهو موجود فقط مع القوى العسكرية، وهو صناعة تركية، يعني لا يوجد بين الميدانيين، فقط بين العسكريين. هذا يستخدم في الحالات المعقدة مثل الآن. هذا هو المشهد حاليا في هذه البقعة راميا، والآن ما يقومون به أيضا كما في ذات يحتشد الناس ويتمنى النبض تحتهم في حيث الموقع الذي وصلنا إليه، يعني الآن تتم عملية إعادة الاستشعار، يعني عمر في الموقع حيث أنت. نعم، كلما تقدموا راميا قليلا يخرجون الركام، كلما تقدموا قليلا تدخل الكلاب، الكلب يحدد بعض الأمور، لا أعرف، يعني هم يعرفون لغة التواصل مع الكلاب، الكلاب مدربة، نعم. تحدد الكلاب، تعطي بعض المعلومات لهم، كذلك يستخدموا هذه الأجهزة أيضا ويحددوا كيف ينبغي شق النفق حتى يصلوا إلى الأشخاص العالقين. هم هناك إشارات خرجت أن هناك أشخاص ناجين، هذه الإشارات ينبغي تحديد المكان بدقة، وطبعا هناك ركام، ينبغي كسر الجدران تحت الركام، ينبغي أن يدخلوا بطريقة معقدة، يعني أنا أشاهد رجل الإنقاذ رامي حبوا هو يدخل، يعني لا يستطيع حتى، يعني ليس يعني نائم يعني بشكل نائم يخرج، وبطريقة صعب حتى يخرج من فتحة النفق. هكذا تتم عمليات الإنقاذ. نحن أثرنا اليوم البقاء هنا لبعد وعمق هذا الحادث الإنساني، ولن نغادر من المكان حتى نعرف نهاية هذه القصة، ونتمنى أن تكون نهاية هذه القصة نهاية إيجابية، نهاية جميلة، وأن تخرج لنا أن يخرج لنا بعض التفاؤل من قلب هذا الركام ومن قلب هذه المأساة الكبيرة. نعم رابعة، بالصورة حتى لو ذهبتم إلى أماكن إلى سوريا، عدتم إلى سوريا، سنبقى بالصورة نواكب هذه العملية حتى تنتهي. نعم، سنبقى بالصورة نواكب هذه العمليات، ربما بالفعل يكون هناك ولادة حياة جديدة من تحت الأنقاض في اليوم التاسع لهذا الزلزال، وتحديدا في مركزه قهرمان مرعش. سننتقل الآن في مواصلة لمواكبة شبكة مراسلينا، وننتقل الآن لزميلنا عبد الله بدران، أيضا هو في مدينة حلب في العامرية. عبد الله، إذا أردنا أن نعطي ملخصا ولو بشكل سريع معذرة يعني مجريات هذا اليوم بما حمله من عمليات مساعدة وإغاثة ومسح للأضرار ومواكبة في هذه المرحلة المهمة، ماذا نقول عبد الله؟ نعم رامي، بالنسبة لمجريات هذا اليوم، واضح جدا أن الحشد الشعبي ترك مركز التنسيق الذي اعتمده في ملعب الحمدانية وانتقل إلى حي العامرية في حلب، باشر وركز أعماله في هذا الحي. هناك طبعا عدة أحياء ومناطق تنتشر فيها آليات الحشد الشعبي والجهد الهندسي وسلاح الهندسة العسكرية، لكن بدأ وكأنه يريد أن يكون نموذجا لعمله في العامرية بحلب، حيث حولها إلى مركز عمليات، نقل آليات ثقيلة، معدات ثقيلة، جرافات، ناقلات، آليات مختصة بالهدم وإسقاط المباني، هذه المباني لكي تكون الصورة واضحة أمام المشاهد العربي، هي الحي هو قديم، المباني قديمة، تضعضعت بفعل الحرب، آثار الحرب واضحة، الزلزال أتى على ما بقي
من هذه المباني. بالتالي العملية الآن هي إيجاد مسكن مؤقت لأهالي هذا الحي، وكذلك هدم المباني التي تشكل خطرا بعملية احتواء، ليس بعملية نسف ولا بعملية هدم كاملة، إنما بعملية احتواء وتكسير جزئي حتى يتم السيطرة على الوضع، لأن المشهد مأساوي جدا في هذا الحي، سوى البسمة الموجودة على وجوه الأطفال الموجودين هنا والكبار الذين وجدوا تفاعلا ومحبة من القادمين إليهم من أشقائهم. نتحدث هنا طبعا ربما فقط لأن العراقيين تواجدوا في هذا المكان، في أماكن أخرى أكيد ممن ساهم وهب للمشاركة مع أشقائه السوريين. هنا بدأت آليات الحشد الشعبي بإنشاء موقع مؤقت لم يكتمل بعد لأهالي هذا الحي، مضافا لتنسيق وصول مساعدات بمبادرات شخصية وفردية بإشراف الحشد الشعبي، حتى ألعاب الأطفال حتى الملابس وصلت إلى هنا. الأهم كما يؤكد مسؤول الإغاثة في الحشد الشعبي للميادين ونائب رئيس الأركان فيها أيضا كما أكد الميادين، الأهم الآن هو إدخال مواد البناء أو التحضير لأن يتم إدخال مواد البناء، ليس إدخال مواد البناء الآن لكن التحضير، هي فرصة طالما كسر الحصار تحت الأمر الواقع ودخلت المواد يمكن أن يتم إدخال المواد الإنشائية ومستلزمات البناء، هي الحاجة الماسة الآن. المساعدات من رجال الأعمال، من الشركات العراقية، من رجال الأعمال العراقيين، من الهيئات العراقية، من الوزارات العراقية، تصل كل شيء، ماء ولباس وطعام ومواد تموينية، وحتى عملية الطبخ هنا مستمرة، يعني لا يتم تسليم الأهالي المواد التموينية إنما هنا مطبخ كبير للعشائر العراقية في هذه المنطقة، لعشائر النجف ونينوى. لكن نتحدث بشكل عام، أغلب المحافظات العراقية التي فيها مراكز للتبرع وصلت أرتال قوافلها إلى سوريا وإلى المناطق التي تضررت بفعل الزلزال. اليوم تم هدم عدد من المباني في حي العامرية وتجري عملية رفع الأنقاذ. يمكن أن نرصد مثلا هذا المبنى، تباشر فيه آليات الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي عمليات الهدم. هذه مباني على المطلة على الشارع العام كما هو واضح، وتشكل خطرا على الأهالي وعلى حتى المتحركين في هذه الشوارع، وبالتالي أصبح لزاما أن يتم تسويتها بالأرض والتخلص من خطرها بشكل جذري وسريع. حتى ذلك الحين يتم طبعا إنزال وهدم المباني التي تشكل خطرا على أهالي المناطق المتضررة. هناك قوافل وصلت من فعاليات سياسية عراقية فاعلة ومؤثرة ودخلت إلى اللاذقية ودخلت إلى حلب. هناك أيضا دعم ومواد إغاثية وصلت من العشائر العراقية بمختلف العناوين. أيضا المهم جدا ذكر الأرتال التي لبت دعوة السيد علي السيستاني، المرجع الديني السيد علي السيستاني، ودفعت بتبرعاتها وبمساهماتها لأن تصل إلى المناطق المنكوبة في سوريا إثر هذا الزلزال، مضافا للجسر الجوي الممتد. طبعا نتحدث الجسر الجوي العراقي يمتد بين بغداد وتركيا وبغداد وسوريا بمختلف المطارات، عبارة عن مساعدات من الهلال الأحمر العراقي، من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، من الهيئات العراقية المختصة بتقديم المعونات في حالات الطوارئ، من الأمان العام لمجلس الوزراء، وكذلك من وزارة الدفاع العراقية. كاميرا الميادين الآن تنقل عمل الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي وهذا المبنى الذي تعمل هذه الآليات على التخلص من خطره الذي يشكله على الأهالي. طبعا نتحدث عن حاجة مهمة، عدا عن المواد الإنشائية، عدا عن المستلزمات مستلزمات البناء، نتحدث عن الحاجة لآليات ثقيلة كهذه الآليات التي تعمل الآن، لأن الحصار والحرب على سوريا ساهما في أن تكون هذه الأجهزة والآليات نادرة، أو على الأقل لا يمكن أن تواكب عملية احتواء أضرار الزلزال رامية. بالتالي واضح جدا أن هناك أمر
من الجهد الهندسي العراقي بنقل المزيد. نعم رامية، نقل المزيد من آليات السلاح الهندسة العسكرية، وكذلك نقل المزيد من المتطوعين إلى مواقع المناطق المنكوبة هنا، وكذلك إيجاد آلية جديدة بالتنسيق ما بين الوافدين إلى هنا وما بين المسؤولين السوريين والدوائر المختصة. نعم. كالمجالس، كالحكومات المحلية، كالمحافظة، من أجل يعني وضع جدول أو عمل جدول عمل مشترك ما بين الجانبين من أجل الاستفادة أكثر من الخبرات وما يقدمه الجانب العراقي. نعم عبد الله، سننتقل مباشرة منك إلى الزميل سفيان مراكشي، موفد الميادين من الجزائر، موجود في حماة في كفر بهم، ولديه أيضا يعني خلاصة هذا النهار، ويعني يقف معه أيضا أحد الضيوف لي دائما التزود بالمزيد من المعلومات والمعطيات. إليك سفيان. نعم رامي، يعني متواجدون دائما في هذه القرية المضيافة كفر بهم، وقد تجول اليوم في مختلف البيوت التي احتضنت العائلات من المحافظات السورية، من حلب، من اللاذقية، ومن حما، وشاهدنا نوعا كبيرا من الألفة والتضامن مع العائلات السورية هنا التي تقاسمت البيوت والأفرشة وكل الأماكن مع الوافدين من المنكوبين من جراء الزلزال الأخير الذي ضرب حلب والمحافظات السورية القريبة من قرية كفربو كما تسمى. من بين العائلات السوريات التي وجدت حضنا دافئا هنا عائلة قدمت من حلب لتجد بيتا قد قدم لها مجهزا لكي تكون فيه تحت سقف دافئ. أم جورج تفضلي معنا، تكوني معنا على الميادين مباشر. أنت من بين الذين يسكنون حلب وقدمت هنا إلى كفر بهم، وقد احتضنتك هذه الأسرة وقدمت لك بيتا، كيف تشعرين؟ هل تشعرين نفسك بأنك غريبة على الديار؟ وكيف واكبتم هذا الزلزال المريع الذي اهتز له العالم؟ نحن كنا نايمين الساعة 4:30 وصارت الزلزال، طلعنا لبرا ورحنا على المدرسة يومين، وبعدين شفنا الحالة وضع ما مطمن، قمنا جينا لكفربو، احتضنونا واستقبلونا بكل مراحل حلو، وبطانيات وكل شيء اعطونا، ومواد غذائية البلدية استقبلتنا الجمعية، ونفسيا مرتاحة، وهلا نحن قاعدين ومرتاحين كثير نفسيا. مرتاحون نفسيا هنا في كفربو، لكن بالكم على بيوتكم متصدعة بسبب الزلزال في حلب تركتوها، وعلى أولادكم الذين توقفوا عن الدراسة، كيف تعيشون هذه الأيام وأنتم تترقبون حلولا يعني سريعة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية؟ والله بدنا حل يعني مشان نرتاح بقى نرجع لبيوتنا، وبيوتنا ما بنعرف شو القصة، وصار شعر بيوتنا ومدارس ما في، وحالة صعبة بحلب، المعيشة صعبة صارت، وما بقى نعرف شو عم نستنى الفرج، بقى ما بعرف شو نعمل. جورج، كيف أحسستي والدول العربية شقيقة تهب إليكم في الساعات الأولى لتقديم المساعدات، مثل بلدي الجزائر ومثل بلدان أخرى العراق ومثل بلدان شقيقة وجارة حتى لسوريا، وكسرت هذا الحصار عليكم الذي كان طوال سنوات وقبله كانت معاناة حرب، ما هي رسالتك للعالم العربي اليوم وسوريا محتاجة قبل أي وقت مضى لهذه المساعدات؟ نشكر لهم انه ساعدونا وفتحوا الحصار علينا، وكثير ممنونين منهم، ونحب دائما الحاله الكويسه يعني، ومرتاحين نفسيا. يعطيك العافيه ام جورج، حتى الولد رويت لي لحظات كانت مريعه وانتم في الزلزال. اول ما صار الزلزال يعني كان كثير مرعب، ولبين ما نزلنا يعني ما تمشي يعني، نزلنا وكنا كتير مرعوبين يعني، وحتى نزلنا حفيانين من كتر الرعب، يعني ما بعرف، رحنا على المدارس. ما في مدارس. تحسون أنفسكم وأنتم هون في هذه الأسرة التي احتضنتكم في كفربو؟ مرتاحين كتير وما في شيء يعني، وكراحة نفسية كتير كويس. يعطيكم العافية، وإن شاء الله يكون فرج لكم أم جورج ولبقية العائلات. هناك 500 أو 850 عائلة من حلب ومن مختلف المحافظات تقبع هنا في كفربو وتتلقى إعانات يومية. قبل قليل لاحظنا وصول حافلات إلى مقر المجلس البلدي في كفربو، يحملون أكثر من 500 وجبة ساخنة ومختلف البطانيات وما يحتاجونه من أدوية ومن حفاضات ومن حليب للأطفال. الهبة الشعبية متواصلة هنا في سوريا، واللحمة كذلك تتقوى يوما بعد يوم بعد هذا الزلزال. رامية،
نعم سفيان سأشكرك يعني حتى الساعة ونحن متواصلون بهذه التغطية نرصد صور نتابع نواكب المتضررين وأيضا حال المناطق المنكوبة وكذا على الأرض كذلك بالعالم الافتراضي وهناك يعني تفاعل كبير واستمرار في زخم وهذا مهم بمعنى أنه في مناصرة ومواكبة وحملات لمساعدة المنكوبين بين تركيا وسوريا وأيضا استهجان والإشارة إلى النشاز لمن يعني لا يتعاضدون ويغيثون هؤلاء المنكوبين لا سيما هنا في سوريا في ظل الحصار والعقوبات. معنا موفد الميادين أونلاين زميلنا نادر فارس من جديد. اليوم نريد أن نرصد وإياك حالة أيضا شهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للدعم الذي يأتي من أهلنا في أرضنا المحتلة فلسطين. نعم رامية، يعني بفلسطين المحتلة التي تعاني من الاحتلال وتنكيل الاحتلال واعتداءاته اليومية المتكررة والحصار المطبق عليها، ولكن رغم ذلك لم ينسوا السوريين ولم يتركوهم وحيدين، بل كان هناك يعني تفاعل كبير عبر السوشيال ميديا من كل الناشطين الفلسطينيين الذين رأيناهم في الأيام الماضية. أيضا كان هناك حملات دعم، كان هناك جمع مساعدات وإرسال مساعدات، أيضا فرق طبية فرق إغاثية، وهذا الأمر يعني كان له صدى كبير عبر السوشيال ميديا. تأثر السوريين أيضا كان كبيرا. سنرصد بعض هذه الأمور. نبدأ من الفيديو الذي انتشر اليوم. كان هناك محكمة لأسرى نفق الحرية يعني للنظر باستئناف المقدم من قبلهم، فكان لهم رسالة سريعة شكروا من خلال يعني تحدثوا عن ضحايا الزلزال وعزوا الشعبين السوري والتركي، وتحدثوا بهذا الفيديو القصير. سنتابع. ان شاء الله دمه راح يكون هو دم حريه قدس حريتنا، والجنادل التي مدت بدماء عمر لن تصب الا في بحر الحريه والخلاص ان شاء الله. وعزائنا للشعب التركي والشعب السوري، ونقول لشعبنا الفلسطيني مزيدا من الصبر والثبات، فان مدد الله سوف ياتيكم ونصر الله سياتي بعون الله، وسننتصر حتما سننتصر ان شاء الله. باسم كتيبه جنين ورجالها الاحد عشر سيفا نقدم العزاء لاخوتنا واهلنا وشعبنا السوري والشعب التركي، ونقول لهم انه باذن الله تعالى هم شهداء عند الله عز وجل. هذه ثقافة المقاومة. صحيح. يعني من قلب الأسر أبطال نفق الحرية يتعاضدون يرسلون رسائل الدعم للشعبين السوري والتركي. يعني بطولة نفق الحرية هي لها أكثر من معنى وأكثر من رسالة. صحيح. وأكثر من دلالة، وهذه أبرز أيضا تجلياتها على المستوى الإنساني. صحيح رامي. أيضا كان هناك يعني تداول كبير لصور فرق الإنقاذ الفلسطينية التي ذهبت إلى سوريا وتركيا. هذه إحدى الصور، مثلا فريق البحث والإنقاذ الفلسطيني خلال مشاركته في عملية البحث. ايضا يعني كان رده فعل الشارع السوري رامي، نتحدث عن مسن سوري يعني لم يبكي، ربما لم ترصد العدسات بكاءه لحظه هدم بيته، ولكنه بكى عندما علم ان المساعدات المقدمه له اتيه من الشعب الفلسطيني. نتابع هذا الفيديو. بعد ساعه اجتنا معولين من فلسطين كبير كثير كبير كثير كثير كثير، لانه فلسطين بقلبنا من يوم الخدمه. الف شكر لكم، الف شكر، تحيه لكل فلسطين، لكل اهل فلسطين، شكرا شكرا شكرا. تختلط المشاعر يعني صراحه. صحيح. يا نضر. صحيح. ايضا من الصور التي انتشرت رامية يعني كان صور من عمل اطباء فريق فلسطين الى سوريا المتواصل للمساهمه في علاج ضحايا الزلزال، وهذا الفريق تقسم يعني تقسم فريق اعضائه بين محافظتي حلب واللاذقيه. بموضوع اخر رامية، كان هناك يعني اليوم تفاعل على الطائرة أو أول طائرة سعودية محملة بالإغاثات وصلت إلى سوريا إلى حلب، وكانت يعني تضم وفد من الهلال الأحمر السعودي. طبعا كان هناك يعني اختلاف في السوشيال ميديا رامية، منهم من كان يعني اعتبر أن هذه خطوة مهمة وجيدة، البعض شكك في صدقيتها، البعض أن اعتبرها أنها متأخرة جدا، نحن نتحدث عبر يعني بعد 8 أيام من الزلزال. نتابع بعض التعليقات التي وردت عبر السوشيال ميديا. هنا الأكاديمي اليمني أحمد المؤيد كتب: هي أول طائرة سعودية وصلت إلى سوريا، كانت بعد أسبوع من وقوع الزلزال، ولكن لا تستغربوا إذا وجدتم من سيقول أن السعودية هي أول دولة وصلت طائراتها إلى سوريا. طبعا السعودية كانت أعلنت عن جسر جوي وصلت ربما منذ أيام طلائعه إلى تركيا. أيضا محمد هويدي وهو كاتب سوري نشر صورة وعلق عليها: الهلال الأحمر السعودي بجانب الهلال الأحمر السوري،
والأمر لن يتوقف هنا، فبعد سنوات من القطيعة تم فتح ثغرة في جدار العلاقات، وقريبا قد يتم رفع مستوى التمثيل بين البلدين من علاقات إغاثية وأمنية إلى علاقات دبلوماسية وطبيعية، وهذا ما يجب أن يكون. تختلط رامية الأعمال الإنسانية بالسياسة، دائما سياسة موجودة ويعني لها انعكاسات. أيضا توفيق هنا تحدث عن الإشارات التي تظهر من خلال رمزية وصول طائرة الإغاثة السعودية، قال بالرغم من الفوضى وتصاعد الاشتباكات السياسية التي تنعكس على القضاء والمصارف ومؤسسات الدولة والوضع المالي، مؤشرات إيجابية تظهر في الأفق من اليمن والعراق ومرورا بسوريا ولبنان، ولقاءات ورسائل إيجابية داخلية. أيضا هذا الحساب علق على الأخبار وصول المساعدات من المساعدات بطبيعة الحال متأخرة من دول عدة بينها السعودية، وقال إذن بدأ من اليوم وغدا السعودية، بدأ من اليوم وغدا السعودية والكويت والدنمارك وأسبانيا ورومانيا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبعد مرور أيام على الكارثة للأسف سيبدأون تسيير المساعدات إلى المطارات السورية، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن تأتي. وهذا أيضا يجب أن يسجل بأنه طالما بدأت هذه المساعدات ووصولها وهي ضرورية وفي ناس كثر محتاجينها. شكرا جزيلا لك نضر فارس مفد الميادين أونلاين، دائما المواكبة بين الشاشة والأونلاين. أيضا نذكر دائما بمنصاتنا على منصات التواصل الاجتماعي، صفحاتنا الرسمية الموثقة على فيسبوك إنستغرام تويتر، وأيضا من يعني قنواتنا على تيليجرام واتساب، وايضا موقعنا الرسمي باللغه العربيه وموقعنا بالانجليزيه والاسبانيه، وجولات كثيره وقصص ايضا تحضرونها. صحيح. وانتم في متابعه هذه المواكبه على الارض في كل المناطق المنكوبه هنا في اليوم يعني ربما نشر خلال حديثنا رامية فيديو يعني صورناه بالامس من احد المقابر في منطقه صلاح الدين، يعني هناك الكثير من الهاربين من بيوتهم يجلسون في هذه المقابر، ينامون ويفترشون المقابر. شكرا جزيلا لك نضر وكل يعني فريق الميادين أونلاين سواء هنا أو متواجد أيضا في المراكز. مشاهدينا لنتحدث عن المراكز، سنعود إلى مركزنا في الميادين في استوديوهاتنا في الميادين والزميل عبد الله ظاهر مجددا لنقف على جانب آخر من تبعات هذا الزلزال مرتبط بالخسائر والأرقام والتفاعلات أيضا الإيجابية في مساعدة الناس المتضررة بين سوريا وتركيا. إليك عبد الله. مساء الخير رامية. يعني البارز أن تركيا تعتزم تعليق وارداتها من الذهب، أي أنها سوف تعلق مؤقتا استيراد الذهب ريثما تنجلي الأمور بالنسبة للخطة الطارئة التي أعلنت عنها الحكومة التركية لمدة 3 أشهر. نتابع بالتفصيل. أهلا بكم. تعتزم تركيا تعليق بعض وارداتها من الذهب باحتسابه جزءا من خطتها الطارئة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للزلزال الذي ضرب البلاد. وزارة الخزانة والمالية التركية أكملت الإجراء الذي سيفرض وقفا مؤقتا لعمليات شراء الذهب من الخارج التي تندرج تحت فئة النقد مقابل البضائع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا القرار في غضون الساعات المقبلة. أظهر مقطع مصور الأضرار التي ألحقها الزلزال بخطوط السكك الحديدية في ولاية غازي عنتاب، ما أدى إلى خروج القطارات عن المسار المخصص لها وانقلابها نتيجة سقوط الصخور على السكك الحديدية، ما جعلها غير صالحة للاستعمال، فيما تواصل الفرق العمل على رفع القطارات وتنظيف المسارات في محاولة لاستئناف العمل وإعادة ربط الولايات التركية ببعضها واستخدام القطارات في عمليات نقل المساعدات. أعلن وزير البيئة والتطور العمراني التركي مراد قروم أن 41,791 بناء قد انهار أو تضرر في الولايات العشر المتأثرة بالزلزال. وأوضح كروم أنه جرى فحص مقاومة 307,763 مبنى للزلزال في الولايات العشر، مؤكدا أنه جرى تحديد 41,791 بناء بين بنهار وهدم عاجل أو به أضرار كبيرة بين المباني التي جرى فحصها. باشرت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد في ولاية عثمانية جنوب تركيا أعمال إنشاء مدينة حاويات مخصصة لمنكوبي الزلزال المدمر. مدينة الحاويات تقدر مساحتها ب 120 دنما، ومن المنتظر أن يتم نقل الحاويات المخصصة لإيواء المنكوبين إلى المنطقة عقب الانتهاء من أعمال البنى التحتية في أقرب وقت. هذا وسيتم نصب 1397 حاوية في المرحلة الأولى، وتبلغ مساحة كل واحدة منها 21 مترا مربعا مزودة بالمرافق الأساسية.
أعلن مصرف سوريا المركزي رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية إلى 5 ملايين ليرة سورية. وأوضح المصرف المركزي أن هذا التعميم يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية. إلى ذلك أطلقت مجموعة من الشباب الأردنيين مبادرة تطوعية لدعم الليرة السورية والإسهام في رفع سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية عبر تحويل أي مبلغ أردني إلى الليرة السورية، ما يسهم في دعم السوريين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادهم. بلغ عدد المباني التي جرى تقييمها في محافظة حلب 2500 بناء سكني من قبل فرق هندسية متخصصة بالتعاون مع لجان السلامة العامة. وبحسب اللجنة فقد وضع 33 بناء ضمن الدائرة الحمراء الخطرة وأزيلت كلياً، فيما بلغ عدد المباني التي انهارت بسبب الهزات الارتدادية والزلازل 54 بناء، بينما تتداعى إلى السقوط مبان كثيرة وخطرة غير صالحة للسكن. تتواصل جهود الشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس سي تي جي لتعويم الرافعة الغارقة منذ أيام ضمن حوض مرفأ طرطوس، وأدى الزلزال إلى غرق الرافعة التي كانت تعاني من اهتراء في أسفلها والبالغ ثمنها أكثر من 10 ملايين يورو، ويصل عمرها إلى نحو 50 عاما، وترفع 75 طنا من عمق البحر، كما تبحر داخل وخارج الحوض ذاتيا وتقوم بمهام عديدة منها النقل من باخرة إلى باخرة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في هذه التغطية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك راميا، كان اللافت الخبر اليوم هو المبادرة الشبابية الأردنية لإبدال العملة الدينار الأردني بالعملة السورية، هو تعبير رمزي إن صح القول للمساهمة بيعني رفع الغبن عن الشعب السوري أو رفع المعاناة عن الشعب السوري، وهي مبادرة يعني تقرب ما بين الشعوب العربية، واللافت فيها أنها مبادرة شبابية رامية. صحيح، وانعكست أيضا إيجابا باستعادة بعض قوة الليرة السورية مقابل الدولار في الصرف. شكرا جزيلا لك عبد الله الظاهر على كل هذه المعطيات التي قدمتها لنا، ومن شكر الزميل عبد الله الظاهر مشاهدينا نشير إلى أننا هذه المساحة في هذه الساعة نغلقها الآن على أن نقول بأننا سنبقى في هذه التغطية معكم مشاهدينا. سوريا وتركيا إرادة حياة، إلى اللقاء.